أنا جمانة طالبة بالثانوية العامة. دايماً بطلع منصة مدرستنا وبحكي أشعار وأشياء بحبوها البنات، بس قبل ما أطلع بختار أشياء بحبها أنا وبتأثر فيها بالأول، لأنه لما أحكيها أكيد حتأثر فيهم. دايماً بطلع عوجوههم بشوف إشي فرحة وإشي شوي ودموع، كتير ردودهم توقع بقلبي، لكن رد الفعل الأقوى علي لما بنت تجيني تقولي أنت أثرت فيها فعلاً. خلونا نشوف هذا الفيديو. هذا الفيديو إجاني كتير ردود فعل على كلمات من ضمنها أم، حب، إخوة، أصدقاء، إرادة، قوة، لكن الكلمة الأقوى وقعت بين إيدين زميلتي كانت خوف. زميلتي قالت لي الخوف بيدمر البني آدم، هي زعزعت كياني حتى إني ما قدرت أرد عليها، رجعتني بالذاكرة لتاريخ 15/2/2016. هالتاريخ كتير كبير بحياتي، لكن في أحداث قبله لازم نحكيها، يلا نذكرها مع بعض. وأنا بعمري 13 كان في إشي بيشبه نص الكورة بجنب رقبتي، طبيعي أتساءل شو هذا؟ لكن توجهت للدكتور وحكالي شد عضلي خفيف بروح مع الوقت. شافني ببكي لأني كنت صغيرة، فقال لي شو اسمك؟ قلت جمانة. قال لي المفروض بدلوا أهلك الميم لباء وسموكي جبانة. هو زعلني وانكسر خاطري لأنه الإنسان ما بيرضى حد يحكي عنه جبان. ما رح يشد العضلي، رحنا للدكتور الثاني، الثالث، الرابع، بس ما راح. لمتى؟ لمتى بدي ضلي عايشة بخوف قلق ومش مرتاحة ومش مبسوطة؟ واحنا بالشتاء والشتاء بعني لي سعادة. لحد ما رحت عند دكتور بعتني أعمل ألتراساوند، وهالصورة كتير وكتير عملتها، بس هالمرة فرقت. لما عملتها شافني الدكتور برضو ببكي، قال لي ليه بتبكي؟ ما رديت، لكن هو قابل قال لي جمانة، وقفت عقارب الساعة، قال لي جمانة واجهي مخاوفك، واجهي مخاوفك. هو ما انتبه للإشي اللي متربع بجنب رقبتي وعمل لي زعزع بحياتي، هو طلع على قلبي وشاف المشكلة الرئيسية الأولى، هي الخوف. هو لقى
الدواء الأول لي هو إني أواجه مخاوفي. حطيت الخطوة الأولى على طريق العلاج، هو إني انتقلت للتاريخ 15/2/2016. أنا مولودة ب 15/2/2000. المفروض أمسك كيكة وأولع شمعة واحتفل مع أهلي وأصدقائي وأتمنى أمنية وأحكي هابي بيرثداي تو مي، هابي بيرثداي تو مي، لكن للأسف ما صار هيك. بيوم 15/2/2016 وقع بين إيدي ورق أهلي كانوا مخبيينه عني. هالورق كان مكتوب فيه الاسم جمان الشوا، العمر 16، التشخيص سرطان غدة درقية بالإضافة إلى الغدد الليمفاوية المجاورة. ما في شعور، لا أنا زعلانة ولا أنا فرحانة. الشعور الحقيقي بكلمة سرطان كانت لما عملت العملية وأزلت الغدة الدرقية والغدد الليمفاوية. بعد ساعات معدودة من العملية، الجو مقلوب، أمي بتطلع برا الغرفة تحكي وتبكي، وأنا بين إيدي برابيش إشي غريب. أخذت أصدقائي البرابيش، رحنا نشوف أمي شو بتحكي. جمانة انتقل عندها السرطان للعضلة. وقفت الدنيا، وقفت. شعور إنك تفكر إنك حتموت، شعور إنه في إشي خبيث بتغلغل بداخلك وإنت ما بتعرف. توقفت حياتي 3 أيام، ما باكل ما بشرب ولا شي بالدنيا بيسوى بعيني إشي، لحد ما إجت رسالة من ربنا بتقول، بعت لي إياها مع شخص: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، أحسن الظن بالله. أنا فعلا أخذت الكلمة لأنها وقعت بقلبي. تذكرت إنه في إشي بتستناني ورا جدران هالمستشفى، في حياة، في أهلي، في الناس اللي بحبوني. تذكرت إنه أنا بستنى نفسي. فعلا خطيت الخطوة الأكبر، قررت أنسى إنه السرطان موت. بعد هيك إجا إشي يكسرني شوي، هي كلمة بقولوا عنها مرفوض. مرفوضة للمرة الأولى، للمرة الثانية، للمرة الثالثة. أكيد كلكم بتتساءلوا شو هو المرفوض، شوية وأحكي لكم. بالمرفوضات اللي إجتني دايما كنت أغني: مررتي بخاطري فكرة عبرتي، ظلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل، دروب قد قطعتيها أفينا البعد أم فيها، نسينا عيبنا بالأمس لم نسأل. برضو إجاني المرفوض الرابع والمرفوض الخامس. نحكي لكم عن المرفوض. المرفوض إنه كل مريض سرطاني بغزة أو أي مرض تاني عنده خيار إنه يطلع يتعالج برا، لأنه ما في عنا إمكانيات كافية. وللأسف المريض بيموت بالسرطان لأنه ما في معبر، وناس بتموت حسرة لأنه هاجس السرطان هو اللي قتلها مش السرطان نفسه. وأنا كنت بيوم واحدة منهم. المرفوض التاسع، تاريخ 16/8/2016، وقعت بين إيدي ورق بتقول: جمانة من غزة إلى الجسر الأردني، والحمد لله تم الإفراج عني بتاريخ 16/8 للعلاج خارج قطاع غزة بعد 9 مرفوضات. بالأردن دكتورتي الأردنية بتقول لي: أنت صغيرة لازم تستحملي، أنت قوية. بس كان رد فعلي عليها: صرحيني أنا بدي أعرف. صارحتني بكل إشي، قالت لي حنقيم العضلة وحناخد يد مشع. فعلا رحنا نقيم العضلة، لكن أقصى 24 ساعة مروا علي بحياتي كلها. يوم كنت بالعناية المركزة ما بعرف أنا عايشة، أنا ميتة، أنا بحس، أنا حوالي ناس، أنا الناس بسمعوني
أنا ببكي بس ما حد سمعني، كنت دايماً أشكي لهم في إشي هون، في إشي هون معكر نفسي، بس للأسف برضو ما كان حد سمعني. بهذاك الوقت عرفت إنه بأي وقت ممكن أموت، بأي وقت ممكن أفقد سمعي، بصري، صوتي، وما أقدر أحكي للناس إشي. برضو هذاك الوقت عرفت إنه في بحياتي قيمة ضايلة، في إشي لازم أكافح عشانه، ولهيك عديت على الخطوة، وهي خطوة يود مشع. من تاريخ 2/11 لتاريخ 12/11 أنا برضو ما كنت بعرف شو صاير، وجع مش طبيعي كان يحتل كل إشي بجسدي، ما بعرف إذا عن جد برضو كنت عايشة أو ميتة. هلأ لما أنخبط أو أنجرح بحس الإشي عادي، لأنه بيوم كان في وجع قاهر، لكن اللي نساني الوجع أو اللي نساني أنا الوجع يوم تاريخ 8/1/2017 وقعت بين إيدي ورقة بتقول جمانة ما في بجسدها خلايا سرطانية. يا الله الفرحة، يا الله. كانوا دايما اخواني يذكروني انت قوية، احنا بنستمد قوتنا منك، كل ما تضيق حلقاتها بيجي فرج، وهي الفرج. انا السرطان احتل هاي المنطقة، انا السرطان احتل جسدي، بس ولا بيوم قدر يحتل روحي، لانه كان دايما في ناس بتذكرني انه انت قوية، احنا بنستمد قوتنا منك، انا عظام عبي بي، واجهي مخاوفك. العبرة من كل الكلام اللي بنحكيه، احنا بنحكي كتير كلام، بس هل عن جد كلماتنا كان وقعها صحيح؟ كتير في ناس بحياتنا بنحبهم، بنيجي نقولهم انه احنا بنحبهم، بس ما بنلاقيهم موجودين، لانه فعلا بيكون فات الوقت. كتير في أشخاص مميزين داعمين للناس في كل مكان وبنقلوا طاقة إيجابية، لكن حتى هذا المميز هو بحتاج كلمة تدفعه دائما لقدام وكمل مسيرته. كتير ناس بنوجه لهم انتوا فاشلين، انتوا ما بتستحقوا، بس لو انت شفت بيوم انه انت لو حكيت له كلمة وشجعته هو فعلا حيصير بيستحق. منصة تيدكس كلنا اليوم حنطلع عليها تنحكي تجاربنا بآمالها، بآلامها، بأحلامها، بمستقبلها، بحاضرها، ماضيها، فقط بالكلمة. كلماتنا لأنه إحنا ميقنين ممكن تكون حاملة رسالة تغيير، لهيك وقفنا على هاي المنصة. إحنا ما استنينا الوقت المناسب نطلع نحكي، إحنا اخترنا هذا الوقت، لهيك ما تستنوا وقت لتحكوا فيه كلماتكم، الوقت المناسب هلأ. رسالة التغيير بإيديكم، أكيد كلماتكم رسالة، أكيد كلماتكم معجزة.